عملت منظمتهما من أبل على مدى شهر رمضان المبارك بالمساهمة ومساعدة أبناء تعز في شهر رمضان المبارك على تنفيذ 4 مشاريع خيرية تلامس احتياج الشهر، وقد وصل الاستفادة في إفطار الصائم 5400 وجبة، وكذا 600 طرد غذائي، بالإضافة إلى 1500 طن رز مع 1500 كسوة العيد. فعل خيري لشهر رمضان المبارك. هيومن أبل في تعز تدشن مشاريع الخير الرمضانية، مشاريع إفطار الصائم هذه الوجبات، كما تم تنفيذ سلة غذائية في محافظة مأرب، وكذلك بإذن الله تعالى نحن نسعى اليوم لتنفيذ أكثر من مشروع في الصدقات النقدية وكذلك كسوة العيد للأيتام. فنوجه رسالة شكر وتقدير من أرض اليمن السعيدة إلى إخواننا الكرام في هيومن أبل أستراليا على دعمهم السخي لإخوانهم في اليمن. ننفذ مشاريع هيومن أبل أستراليا لإخوانهم في اليمن، ومن هذه المشاريع التي يتم تنفيذها مشروع زكاة الفطر الذي استفاد من هذا المشروع 1500 أسرة، وأيضا مشروع وجبات إفطار الصائم وقد استفاد من هذا المشروع 5400 شخص، وأيضا مشروع كسوة العيد مع هدايا العيد للأيتام وقد استفاد من هذا المشروع 1080 طفل وطفلة، وأيضا من المشاريع التي تم تنفيذها مشروع توزيع السلال الغذائية وقد استفاد من هذا المشروع 600 أسرة. منظمة هيومن أبل في محافظة تعز ساهمت في العديد من المشاريع الخيرية في شهر رمضان. تعز التي تعاني الحرب والحصار وتعاني الحاجة والفقر. نعيم خالد، قناة عدن الفضائية، تعز.